مثلا دابا واش في الفنانين ولا المغنيين نسميهم كما بغينا اللي كاينين دابا، واش اللي ما دارش هذا الستيل ما ينجحش؟ هادشي اللي كاين دابا، هذه فكره الوغ كو يمكن تنجح بحوايج اخرين. هذه فكره انا اللي كنسميها هاد واحد 3 سنين هذه دابا كنسميها الياس الفني، لان باش توصل لواحد 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 الحاجه ضروري خصك دير هاد الكلمات بحال هكا، وضروري خصك دير واحد الكلمات بواحد الكلمات مبني عليها وتحاول. الوغ كو تقدر دير حوايج بواحد الطريقه فنيه وتعرف تخدم عليهم وغادي توصلهم، ماشي بالضروره انك تقلب على واحد الكلمات وتقلب على واحد اللونغاج اللي سميتو. لان حنا كنسمعوا الاصداء في الزنقه، راه كتجي واحد الاغنيه وكنسمعوا الاصداء، كنسمعوا الناس اش كيقولوا، كيقول لك هادي ما عجباتناش، هادي زوينه ما بهاش، هادي با مال، هادي اش داهم يديروا كاع هاد الشيء، فهمتي؟ وكاين شي اغاني اللي كيجروا موراهم حاجات اخرين اللي يعني عواقب اخرى.